عسلامة. أهلا وسهلا بيك. لاباس؟ لاباس يعيشك، مرسي عليك. مرحبا بيك مرة أخرى على قناة نيو ميديا تي في. شكرا، ربي يخليك. أنت مواطن تونسي عايش 5 سنوات في فرنسا، متزوج أجنبية، وكنت متزوج تونسية، عندك طفل عمره 3 سنوات، وحسب الوثائق اللي شفناهم خرجت 2018 وتم ترحيلك 2023 يوم 18 جويلية. ناخذوا أكثر تفاصيل منك. بو أنا باش نعمل توضيح اللي صار قبل في الباساج اللي عملته قبل. فما برشا ناس مش يفهم الموضوع، مش يفهم أنا عشت فيها الحكاية، عشت في الوضعية نتاعي، ما عنديش علاش باش نقول حاجة مش صحيحة ومانيش طمع حتى حد باش يعاونني ولا حتى حد باش يلقى لي حل. تلقيت تعاليق يعني ما عجبتكش في الحوار؟ وي، اللي يحب يكتب اللي يحب، ما فما تعاليق نراهم شخصية برشا، خاطر فما بطبيعة كل واحد وراه شكون ما نعرفش أنا، فما ناس ربي يسامحهم وناس يحبوا يراوك من زاوية واحدة ما يشوفوش معناها اني كونك انت مشيت وتغربت وتعبت. بون انا مشيت لفرنسا وعملت وعفست على التيرتوار تاع فرنسا وقعدت فيه 5 سنين وخدمت وانتجت وحاولت باش نسعى بكل الطرق باش نعمل الوراق بشتى المجالات، كوسوسوا اني باش نعرس هذه اموري يخصني، اني باش نطلق نتاع تونس ونمشي لفرنسا هذا امري يخصني، اني باش ما نعرفش انا مارياج بلون هذا امر يخصني. الغالب ليسونسييل اني وصلت عملت اوبجيكتيف، وصلت عملت هدف في حياتي ومازلت مواصل لقدام ومازلت مانيش باش نحبس، ومش باش يحبسني الناس هذوما اللي فاهم الطب والمهندسين والمحللين السياسيين والمحللين الاقتصاديين واللي هما معنا يفهموا في الخارجيه ويفهموا في الداخليه ويفهموا في القانون الفرنسي ويفهموا واللي هم يفهموا في كل شيء. انا اللي عندي كوثائق، انت كممثله للقناه شفت الوثائق قبل من سيغ، شفناهم الوثائق، يعني ما جبتش حاجه من عندي، الاسم صحيح وكل شيء صحيح. هذايا انا علاش قلت لي انا تجربه في حياتي، التجربه هذه ماشي بتاب فريد راسي، مانيش معناها باش مش نكون مثل ولا نكون مثل متخذ به ولا مثل كبير ولا مثل ادنى، حياتي وعشتها واكسبيريونس وعشتها. اللي عنده نصيحه يرحم والديه، فما برشا ناس معناها حاولت باش تفهم الموضوع، من فما ناس ماخذ الموضوع شخصي، فما عباد نورمالمون احنا هنا في تونس علاش قلت لك فما عباد ربي ان شاء الله يشفاها وربي ان شاء الله يهداها، نورمالمون الناس اللي اكثر مني ماساه واكثر مني معناها معاناه، الناس اللي من 2020 وهي في تونس هنا معناها ما حاولوش يرجعوا، معناها عملوا لهم بياج. انا الغالب عندي 2 QTF الفوق معناها ما طبقتهمش، اللي يقول لك عندي 3 وعندي 15، ان شاء الله تفكر كلامي نهار اللي تطيح ويشوفوا حلوا عليك الكتاب خويا ويلقاوك عندك ترحيل وما ما قمتوش، تفكر الباساج هذا وتفكر هالعبد هذا. انا اتمنى الخير لكل حد، اتمنى الخير لكل انسان عنده وضعيه صعيبه ولا عنده وضعيه من غير اوراق، ولا ان شاء الله ربي يسهل لكم. امين. انا في تونس مانيش في بلاد اخرى، انا الحمد لله نشكر الظرف ونشكر السبب اللي خلاني باش نرجع بعد 5 سنين باش نشوف ولادي. راهم ولادي مش ولادك منتوما، راهم انا كي قلت لي خرجت الغربه ما خرجتش باش نعمل سياحه ولا باش نجي نفيس على العباد، بالعكس باش نخدم خاطر عندي مسؤوليه ورايا. هذه حكايه مكتوب اني عرست مره واثنين وثلاثه، انا معرس ب4 ولا ب5، هذا امر يخصني الحمد لله، لاباس والبطاريه مشرجه والكرتوش موجود الحمد لله، بصحتي لاباس، نعرس 5-6 مرات ومازلت نحب نعرس، معناها هذه حاجه معناها قوس ونسكروه. موضوع اخر، ان الاولاد لواحد منكم جاء خرج وشكا قراني جيعان، ولا مراه قالت راني فهمتني، بالعكس انا علاقتي كل باهيه، حتى كي الضيوف المكتوب معناها مع امراه ولا ضيوف المكتوب في علاقه، ربي ان شاء الله يوجه كل حد خير. موجود العرس وموجود التليق، مش اول واحد تشوفوه عرس في تونس ومشى لفرنسا عرس عادي، ومازلت هنا باش نعرس ومازلت باش نكمل حياتي سياحه، حد مانيش يمنعني ما دام قانون وشرع، مانيش قاعد نعمل في حاجه غلط. هذا حقك. باهي. الموضوع الاخر ان قلت لك عليه انه الترحيل راهو ما نجموش نرموا الحمول الكل على الدوله، خاطر هما عندهم اتفاقيات بين بعضهم، وحتى واحد ما حضر في الاجتماع معاهم، حتى كي خرجوا حاجه على البروتوكول قولوا ما صحيح ما نعرفوش، نعرفوه وقت اللي تبدا العباده تروح، وقت اللي تبدا الناس معناها راجعين من فرنسا بحالات ربما ماشيين حارق ولا ماشي كيف، انا حرقت فيزا نتاعي باش نحاول نكمل نلقى اوراقي. اما بصراحه الحاجه الوحيده برك نقول
راهو اذا كان انسان يقعد مريقل ما عندوش مشاكل ولا ما عندوش بار اكزومبل مش يمشي غادي باش يعمل مشكله ولا باش يسرق ولا باش يكسر ولا باش يمشي يتبعك لي مانيفيستاسيون نتاعهم ولا باش يمشي مع لي كاسور ولا يعمل كاقول ويقول لك نهار اللي تشد راهو باش يخلص. والانسان اللي يمثل بلاده بالكدا ويحاول باش يعمل اوراق كوسوسوا بالورقه هذيك نتاع اللي يخدموا بها العباد، ما نحبش نقول ثم ناس تخدم بها ما نحبش نحرق العباد، تخدم لسونسيال تعطي اسمك صحيح، تدخل مع لي بوات دانتيريم تعطي بون بريزونطاسيون في خدمتك، تكون مثلا بونكتويال تعطي تخدم بوات دانتيريم هذيك كان وصلت عملت فيش دو بي، فيش دو بي ما فيهاش فيها لاجنسي ولا فيها شيء، فيها الاسم ولقب وفيها هكا ولا ما فيهاش منين انت ولا، اما الكونترا اللي صح وسي بيان سور الكونترا بصح فيه الجنسيه نتاعك شنو؟ الور معناها اللي يقول لك عملت فيش دو بي المهم يكونوا صحاح يكونوا باسمك الصحيح. انت والحظ نتاعك فرنسا هي لعبه حظ، لي ديبارتمون مختلفين مش كيما باريس كيما ما نعرفش انا كريتي كيما ليون كيما مولوز كيما كولمار كيما كل 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 ناس عندها ناس تخدم فيهم، وانتم تعرفوا النوعين تاع لي راسيست اللي يخدموا ما يحبوش سيرتو العباد اللي ما يخدموش، اما انسان يخدم ويثبت اللي كونه خدم ممكن انا ما اعرفش نتصرف، ممكن ياسر مشيت بنيتي، ممكن ياسر غلطت اني ما قدمتش اوراقي نتاع الخدمه، قدمت كونجوان معناها دوموند دو فيزا كونجوان فرونسيز، ممكن هذاك الغلط نتاعي، وممكن زاد صاريف عندي لي باسي مثلا عندي ليستوريك نتاعي اللي كانوا يقولوا لك العباد عندك كوتيف بعد عام تطيح بعد عام تصب، كي تصب باش يحطوا لك اسمك وتكون سي ديجا كونو وافيشي معناها عندهم اللي كانوا دخلت الفيزا باش يطلع كل شيء وراك، الادريس اللي قدمتها الاولى والادريس الثانيه قداش عندك من مخالفه، قد عندك شي رادار، عندك شي مشكله، عندك شي، انا اللي نثبت ونقول الحمد لله ما عنديش حتى بورسويت، ما عنديش حتى حبس، ما عندي حتى مشكله، الله غالب الحظ نتاعي اختي اني تشديت في بلاصه ماهيش باهي معناها 68 زاد قلت لك عندي ما نلومش خاطر ما نعرفش القانون، اني عندي دو كوتياف الثاني لازم نطبقها، اكثر من هكا ما عندي منضيف يظهر لي. هل تعتبر روحك يعني ضحيه من نتاع الاتفاقيه هذه اللي صارت والا لا؟ نورمالمون شوف وانا وقت شد وزير الداخليه سي شرف الدين الله يذكره بالخير وجاء وزير الداخليه نتاعهم قالوا ما نقبلوا حتى انسان الا ما يكون عنده مكمل الوثائق نتاعو اللي موجوده في فرنسا نهائيا، صديق كوا معناها كان عنده هو مثلا بار اكزومبل عنده تريبينال يستنى الاخر القرار نتاع التريبينال، اذا كان عنده بار اكزومبل اتاشمون كيما ولد كو سوا تونسي ولا عنده حاجه غاديكا وما عندوش حبس ما عندوش حاجه تمثل اختر على التريتوار فرونسي ما نقبلوش، هذا كل الاتفاقيه هذه ما صارتش. يعني انا بار اكزومبل عندي ولدي عندي معرس بجنسيه فرنسويه مؤخرا، بعد شو يقولوا لك هذيك مارياج بلون خلي يقولوا بلون ولا نوار ولا جري، نحن عرسنا وعملنا لاميغي وعملنا لونكيت وقابلنا لابوليس تاعهم غاديك وشفنا ما وصلوا وافقوا لك على الدات نتاع المارياج الا ما تعدينا على يسالوها هي وحدها ويسالوك انت وحده ويشوفوا التقارب العمر ويشوفوا منا معناها هذا موضوع ونتعداوه باهي. الضحيه فاش في الاتفاقيه الاخرانيه ممكن اني قلت لك فما في النقطه هذه كانوا ينجموا هما يحطوا دي بوان بار اكزومبل يقول لك اخويا كي تشد واحده صحيح باش تحب ترحلوه شوفوا شنو انا مازال عندي توا الركور نتاعي ولابيل دو لابيل موجود في ستراسبورغ على موضوع الدوموند اللي تقدمت به، هذا حاجه. الحاجه الثانيه عندي ولدي معناه مولود في فرنسا وسنه يقرا في فرنسا نورمالمون هذا تاشمو اثنين عندي تاشمو مع اين فرونسيز مادام اني ما عنديش حبس وما عنديش مشاكل وما عنديش بار اكزومبل بروسويت في موضوع معين وما عنديش بورسويت في موضوع نتاع عنف ولا لا اعلم شنو اللي كان ثم دي بروسيدور ثم دي ديمارش ديمارش هذوما ما كملوش عندي بالنسبه لي انا نورمالمون راني متواجد توا في فرنسا نستنى اخر كلمه بار اكزومبل الحكم النهائي كسوا باش يعطوني والا باش يرفضوني وفما يخلوني نعمل محامي خاطر الاجور تحطيت في سونتر يجوك لي زافوكا دوفيس معناها محامين كيما احنا نقولوا محامي نتاع الدوله ب 80 اورو يحضر لك ساعه شنحوالك شنحوال امك الى مال باختصار شنو معناها محامي 3000 باش ياخذ لك لي كوتي والنصوص القانونيه ويمشي لهم على حقوق الطفل وحقوق الانسان وهك الحقوق الكل ذوكم كلهم ما لي زافوكا دوفيس ما يحكوش عليهم. باختصار هل لقيت حلول يعني للعوده لفرنسا ولا لا؟ والله اجي اقول لك الحلول بالفايده
أخضر هو مكتوب ربي. أنا قلت لي ربي سهل لي وقصدت ربي وحطيت في مخي يعني باش نمشي نرجع نمشي لفرنسا. تحلت لي البيبان وصبي دوموند في سفارة فرنسا وخذيت فيزا كيما عملت برشا عباد. هل صعيب يعني العودة بعد الترحيل؟ والله علاش صعيب؟ إذا كان ما عندكش حتى حاجة اخترت أو أنا باسبوري خذيته وخذيت فيش دو موفمون وريته لك معناها تاع لافسيير وتاع تاع لاغريمون. نورمالمون معناها إذا كان أنا عندي حاجة اختر ولا حاجة ما تمشيش ولا طبعوا لي الباسبور نتاعي جيتهم مثلا من حبس هبطوني فبدي ديريكت الحبس نتاع تونس ممكن يقول لك فما اختر عملت اختر توريزم غاديك في فرنسا وندخل نولي افيشي ما عادش تقبلني حتى دولة في الشنغان. أما علاش النجم واحد يعمل شوف شوية بما أني عندي ولدي موجود غادي ونصبر شوية نتمتع شوية ببلادي نشوف الأحباب نشوف الأصحاب نعمل فاكونس والبيبان الكل محلولة راهو اللي يحب يرجع بحول الله. يعطيك الصحة مسيو. شكرا ربي يخليك. ميرسي.